هذه المفاجأة، هذه المفاجأة. يا نهار ابيض، ايه ايه ده؟ عايز ايه؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناة مني دودو. تعالوا معايا قضوا اليوم وهوريكم ايه اللي حصل مع الكائن ده اللي انا ما استحملتهوش غير يوم واحد. يوم واحد جنني جنني. انا طول ما هو موجود في البيت كنت قاعدة فوق الكرسي من فوق، بس ما اقولكوش على دمه خفيف قد ايه وظريف قد ايه، ويعني بسم الله ما شاء الله عنده نشاط وعنده حيوية، وخد على البيت بسرعة وخد على الولاد بسرعة، بس ما خدش عليا انا ابدا بسرعة ولا انا خدت عليه. انا مش بخاف منه ولا بخاف من القطط ولا الكلاب ولا حاجات زي كده، بس ما بحبهمش يلمسوني، يعني انا هلعب معهم من بعيد لبعيد. احنا استضفناه يوم، هو المفروض كان يقعد عندنا يومين، بس احنا انا ما تحملتوش اكتر من يوم واحد. ولادي حبوه بيلعبوا معاه واخد عليهم بسرعه جدا، يعني عندي بنتي لو خرجت من الاوضه يعني يفضل رايح جاي على الكنبه، وهتشوفوا ده في الفيديو، يفضل رايح جاي على الكنبه وهوهو عليها عشان تيجي تاني، اما بخليها تخرج من الاوضه يفضل يدور عليها وهوهو عليها. فاول ما بتخش يفضل بقى يتنطط حواليها ويلعب معاها كانه عارفها بقى لها ايه دي سنه. هو ما بيعرفش يطلع على الكنبه ولا بيعرف ينزل، بس من كتر ما هو كان عايزها ترجع تاني في الاوضه وعايز ينزل يروح يشوفها راحت فين، نط من على الكنبه مرتين. هو صغير مش كبير، سنه صغير، وهو بنت مش ولد. وقضى على الشباشب كلهم، اقول لكم الشباشب اللي هو بيلعب فيها دي رميناها كلها بعد ما مشي. هو تربيه الحيوان حلوه جدا، وبتعلم الحنيه والطيبه والعطف على الحيوان، لكن تربيته بتحتاج له مكان خاص عشان يقدر يقعد فيه ويلعب فيه وما يبوظش بقيه البيت يعني. لكن هو دمه خفيف قوي وحلو واخدنا عليه، بس مش ان هو يقعد معانا يعني، هو يقعد كفايه يوم. صاحبه قال ان هو بياكل اي حاجه، بياكل كل حاجه يعني، بس احنا اكلنا لانشون واكلنا صدور فراخ، بيبقى مبسوط بيها قوي. ولما جه ينام بقى بالليل هو قال نيموه في البيت بتاعه، فحاولنا ندخله في البيت بتاعه مش راضي ابدا، قاعد يجري في كل الشقه ويجي عند البيت يقوم لافف من حواليه وما يرضاش يخش فيه. هو عارف ان هو يخش ينام تقريبا، او صاحبه كان بينامه كده مش عارف، فمرضيش بقى يخش البيت بتاعه، فشالوه وحطوه جواه وقفلوا وطفيت النور عليه وسبته في اوضه لوحده يعني، واحنا رحنا عشان هننام. قاعد يعمل صوت كانه بينادي على الناس، مش صوت هوهوه، قاعد يعمل صوت كده زي زعلان زي بيعيط. فاولادي بقى ما رضيوش يخلوه كده وفتحوا له، وفي الاخر نام جنب بنتي، ما رضيش ينام في اي مكان. المهم هو حلو يعني، حلو، بس ما انصحش حد يجيبه. انا اولادي بيحبوا الحيوان، بالذات بنتي الصغيره بتحب الحيوان، وعايزه كلب، عايزه قطه، بالذات كلب يعني، عايزه تربيه في البيت، بس انا واقفه لهم في الموضوع ده، انا مش هقدر انا اعيش معاه. مش خوف، انا مش بخاف منه، بس انا مش بحبه يجي عليا، بحبوش يلمسني يعني، بس هو والله مسلي وحلو جدا. ما اعرفش انا كده، في ناس اكيد بتحب الحيوان ان هي تربيه، او الكلاب والقطط وكده، بس انا مش حباه. احنا عندنا جارتنا اللي تحت التركيه ما اقولكوش عندها كام كلب وكام قطه، عندها 3 كلاب وعندها حوالي 20 قطه، هي عندها شقتها دوبليكس، فهي مربياهم بقى جوه، بتاكلهم وتشربهم وكده، غير ما بترمي اكل للقطط اللي في الشارع يعني، هي بتراعيهم جوه بيتها ودول ما بيخرجوش الشارع، لكن قطط الشارع هي بتنزل تاكلهم كل يوم. وكمان لو حد سمع صوت، لو هو الكلب سمع صوت في بره في الصاله يفضل يصحى ويهوهو كانه بقى قاعد حارس لنا البيت، قال يعني ده هو صغنن كله قد كده، بس شكله عسل قوي وامور. بس هو ده اللي حصل مع الكلب الجميل ده. هسيبكم بقى تكملوا الفيديو، ان شاء الله يعجبكم.